اليوم كنسلفوا من هذه الجمعيه جسور الامل وكنتمنى لهم التوفيق والنجاح الاستمراري في الجهود اللي كيقوموا بها الاراضي المعوزين والمحتاجين، وكنتمنى لهم طول الامد والاستمراريه الله يجازيهم بخير من هاد الالتفات الحسنة للمبادرة اللي داروها نحو هاد الناس اللي محتاجين، وكنتمنى لهم يعني الاستمرارية ويفكروا في الناس كثار والمزيد من العطاء، وكنتمنى لهم الله يجازيهم بخير. هادشي اللي نقول لهم الله يجازيهم بخير والله يكون كل من امثالهم كاع اللي كيدير شي حسنة اللي الله يجازيه بخير.